عشان ما جبتش النار. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش بقى صوتش جاري منين؟ خوف عليا. بس انا طيبين. النهارده بقى تاني يوم الايه؟ نفس اليوم. تاني يوم طبعا عندي الشيخ اللي يقول لي كلمه عليه، يعني بص ده في سخاء. ده بحبايتين كيلو. ما شاء الله، وانا عندي بكره الحبايتين كيلو، خمس حبات 2 كيلو. وعندي الفسيخة يا جماعة، الفسيخة بقلب أنا وصحة حاجة كده ترد الروح، ريحة وطعم وحلاوة، شايفين؟ مش عارفة بقى أي حد يقول لي إن الفسيخ فيه غلطة، فسيخنا وأسعارنا كانت جميلة، وعاملين الواجب لكل الناس، كل اللي كان بيجي عندنا يروح ما بيروحش هم. يا جماعة يعني ربنا يعلم إحنا ما كسبناش السنة دي إلا زباين بس. يعني تقول الفسيخ كان بيتباع بره ب 150 جنيه، وجايين لنا الاخبار انه كان بيتباع ب 150 جنيه، احنا بعنا ب 110 ب 100. يعني بص احنا ما بعناش النهارده بايعين كده. الصغير برده ما بعناش اقل سعر عندنا. سمعنا برده ان بيبيعوا الاربعات ب 100 والثلاثات ب 120. والله ما بعت اقل من 90 80 وماشيه العمل و70 وكل اللي عايز حاجه كنت ببدأها. والحمد لله كسبانين الحمد لله. كسبنا نص الزباين بسم الله ما شاء الله. يعني انت سامع ان ده بيتباع ب 150 ورب الكعبه ب 150، وابني جاله 1000 تليفون عشان يبص ايده ويديله جمله بس ما رضاش يجيب. وانا نكسب زبون عليه احسن من اي حاجه. بس خير والف انا وصحه، واحنا نمروا امام درس السماء ما لناش فروق اخرى. بس خلي البحر كل سنه وطيبين، ومعلش انا هلكانه وهموت اموت اموت وانا فاتحه الفسيخ دي الزبون اللي قاعدين يبصوا عليها وخلاص اعصابهم كده تاني.